السلام عليكم الإخوان وثم الأخوات، غبرنا مدة طويلة. المهم عودة من جديد، وليس بالجديد، ولكن الأمر أو لا الأمر كيتعلق يعني بمراد مزوري ومامون. اليوم غتعرفوا الحقيقة. أنا بكل صراحة يعني ما غنجيش على هذا ولا هذا، ولكن غنقول الحقيقة وغنقول الرأي الشخصي ديالي. ربما انتوما كاين الناس اللي غيتفقوا معايا وكاين الناس اللي يختلفوا معايا، فهمتي؟ ولكن كل واحد كيتحترم الراي الشخصي ديالو، احتراماتي لاي واحد. يعني انا كنقول داكشي اللي تيبان ليا باش نعرفوا واش مراد اللي نصب على مامون ولا مامون هو اللي نصب على مراد، او لا حتى شي واحد ما نصب على شي واحد. غنعطيو الراي الشخصي ديالنا. غنبداو اول حاجه ثم اخر حاجه بالنسبه لمامون. انا تيبان لي واحد الشخص طيب، واحد الشخص الله يعمر عاضر. النظريه ديالي انا، النظريه ديالكم تحترم حتى هي. غنقول لكم علاش وغنشرح لكم بزاف ديال الحوايج علاش النظريه ديالي يعني داك السيد عجبني. غنقولها لكم بكل صراحه. مراد المزوري راه ود البلاد، وتنقول له راه نضربك وما نخليش اللي يضربك. اكون قال شحال فيديو تاني نقول راه نضربك وما نخليش اللي يضربك، المراد المزوري. وكنقول شحال مره لو اختلافات، لو مختلف معاه، لو راه يرضى الا طاح لا طاح طاح ولقيته راه غادي نهزو على كتافي. باش تكونوا واضحين، واخا نكلاشي واخا ندير اللي نبغي ندير، الواقع هو هذا. مراد المزوري بكل صراحه مسخوط الوالدين، وتسمحوا لي على هاد الهضره هادي. نكار الخير، راه ماشي غير مامون، ماشي غير في مامون، راه المراد المزوري راه اللي لقى كيعطي. شتي انا مراد المزوري ماشي واحد انسان اللي هو خاطي يبان لكم ديك العياقه وداك سميتو، ماشي انسان مثقف، ماشي انسان بالدماغ ديالو، ماشي انسان عقلاني. حيت لو مراد مزوري عقلاني راه فين وصل بهذيك القناه، راه كان تيني شاهدتو كان كيضرب مشاهده وكان كيصور الفلوس. ولكن حاليا زيرو، لا مشاهده لا فلوس. بقى يقول لكم دخلت مليون في الشهر ولا دخلت. انا يعني نفس الميدان اللي كيديرو هو راه كديرو، انا ما غاديش يدوخ عليا. يقدر يدوخ عليك انت اللي انت ما عندكش علاقه باليوتيوب، ما عندكش فيديوهات، ما عندكش العلاقه بيني يعني بسميتو بالمواقع التواصل، ما عندكش العلاقه بهم، تقدر تقول يعني. ولكن انا ديك الطريق فاش غادي هو انا عارف، وانا غادي فيه وانا عارف. وبلا ما نقول باش غنقول لك انا عارف، ما تحكميش على القناه هذه. عندي القنوات كنديرهم باللغه الاسبانيه، فهمتيني، وغادي فيهم مزيان علي. انا عندي فكره وعارف شنو كاين. وهادشي اللي الصونيت اللي كيصوني دابا راه والله ما نعست، اقسم لكم ما نعست، راه سهران الليل كامل لدابا شحال ديال 10 الصباح عندي 10 و 3 دقائق، مازال ما نعست ما والو. عاد غادي نمشي واحد شويه باش نعس نرتاح شويه، كنخدم بالليل الخوت. ما عليناش، شنو هذا هو الموضوع. حيت مراد المزوري طاح في مشكل كبير، شو غير راسو دابا. دابا مراد المزوري انت خرجتي على راسك، خرجتي على حياتك كما قال. يعني قلتي ليه دخلوني الحبس، وكان واحد يعطيني الواحد وواحد يعطيني الواحد، فهمتي؟ يعني فين تحط راسك دابا؟ غير هذوك المتتبعين اللي تابعين لك غيضربوك، يعني بدا بهذا الكلام هذا غيضربوك يوميا، لا في اللايف لا، غيعقدوك في الحياه ديالك، غيعقدوك في الحياه ديالك، وغتندم على النهار اللي دخلتي لي دير فيه الفيديوهات. فهمتوني؟ غيندم على النهار اللي دخل في هذا الميدان ديال اليوتيوب. الا بقاو كيضربوك بالناس، دخلتي للحبس، واحد كيعطيك الواحد، لا درتي لا تعداو عليك داكشي باش انت هكا، فهم راسك شنو قلتي ليه. واش ومازال كتضربو، ومازال كتضربو في ظهرو. انا راه قلت في اول مره، انا راه مازال الفيديو تحكمين عليا، الفيديو طلع في القناه، راه كنقولك انت، كنقولك شتي انت، الا ما دخلتيش في الحبس في البرازيل
غد قلت لك اما غد دخل الحبس اما غيقتلك شي واحد. والكلام عليا شاد عليا راه مازال عندي في القنوات يعني في الفيديوهات في القناه ديالي مازال هاد الفيديو اللي قبل ما تشد في الحبس قبل ما تضرب واش مشيتي للحبس؟ الكلام اللي قلت لك هو هذا مشيتي للحبس ياك فكوك المغاربه الله يكثر خيرهم فكوك المغاربه والسبب كما قال مامون كان مامون كان تشاش كان ياسين دو برازيل كاع وقفوا معاك ولكن انت صدقتي شماتها باش غير هما اللي وقفوا معاك عديد اللي وقفوا معاك وضربتهم في ظهرهم انا راه قلت لك راه اي يقول لي الاخوان شي واحد دار فيه خير وفي الاخر ما دارش كيسب فيه ودار غير يعطيوني شي واحد ما كاينش كل الناس اللي وقفوا معاه عطاهم بالضهر ماشي حشومه ماشي عيب صافي فرشك مامون وغايجي فيديوهات اخر غتطلق داك الفيديو غتجي غتسخل القضيه انت غيعقدك مامون فيديو واحد الا حطو والله يتعقدك مامون انا غتعقد في الحياه دي انت اصلا معقد غيزيد يعقدك انت جابد النحل براسك اصاحبي مالك اصاحبي هاديك القناه تسير خدم ياك كانت عندك ميته القناه ما كتصير التخريه غادي كدير فيديوهات غادي وغادي كطلع شويه عاوتاني سير داك المحتوى صور العباد الله وهادي تبقى تخور وتبع عباد الله راه باش تعرف تقول مامون ما عطاكش مامون الطوموبيل اللي كيسوق وكيديك بها وكيتجاري بها راه ما كيعمرش بالبول حاشا السامعين راه ما كيديرش فيه البول في ريزرفوار ما تيديرش فيه البول هو ما كيمشيش للدار حاشاكم وتعمر البول وتعمر في الطوموبيل وكيتمشى به ولا راه كيعمر كيشد التيوكي ديال الماء وكيحشى في ريزرفوار وكيعمرو وغادي به راك مريض راه وقيله ما عرفتيش الصاير ديال السياره ديال الطوموبيل تعمر ليسانس راه ليسانس راه تيهلك السي محمد والبرازيل غالي فيها تيهلك ليسانس راه تهلوكه الطوموبيل ويجري ويديك هنا ويديك هنا ويديك هنا وتصور ديك ليسانس اللي تيخسر عليك والوقت اللي كيخسر عليك انت هادشي كاع ما عرفتيه هو زي عنده الوقت شايط عنده هو مامون ما عنده خدمه ما عنده ولاد ما عنده عائله يحضك غير انت مراد يمشي يتابعك انت يا بليسانس ديال الطوموبيل ويتابعك لا خدمه لا ردمه باش تشوف انت واش يعني واش تفك انت يا راه هذا هو اللي خصك تشوفه صح راه الانسان اللي دو فيك غير خير شويه راه ما خصكش تنساه لكن عرفنا حنايا راه كاين واحد النوع واخا تخدم عليه حياتك كامله راه راه تيري فيك خدم عليه حياتك كامله والله تيري فيك شي نهار بالله مراد غنقول الله يهديك والله الله يهديك راه انت هو اللي فيك الديفوا صاحبي العالم كامل صاحبي انت طقتي كاع العالم كامل صاحبي ما خليتي حتى شي واحد وكاع دايروا فيك خير ياسين تشارج دار فيك خير سامي دو برازيل مامون تو انت راه ما عرفتش عباد الله خليها سيدي وهي كيصيفطوا ليه مامون داكشي اللي كيصيفطوا لك الناس دير ليسانس ديالك للطوموبيل دير ليسانس ديالك للطوموبيل باش تفك الامور لعباد الله ونكون واقعيين نهضروا في الواقع نهضروا في الواقع واش انا نبقى نتجاري لك انا نضيع لك انا نخلي خدمتي ونخلي كلشي ونمشي نتجري على المشاكل ديال الناس ونخلي الخدمه ديالي ونتجري على المشاكل ديال الناس وندير ليسانس من جيبي وندير كلشي من جيبي انا كنت انا كنصور 2000 دولار في الشهر راه الله يحسن العوار عارف الامريكا اللي تيلي كيف دايره راه الله يحسن العوار راكم مع الامريكا اللي تي راه الله يحسن العوار شحال يكون كيصور مامون مليار شحال كيصور داكشي الله يحسن العوان وعنده ولاد وعنده عائلته عنده وكما قلت لك مراد المزوري كلشي اللي قلت عليه طاح فيه وحتى دابا مازال نقولها لك انت ما عمرك تفارق مع المخدرات انا عطيت لك من هنا بلا ما تدوخ على الناس وهذا المخدرات ما عمرك تفارق معهم وحتى فديك اكوادور ولا كولومبيا غيخليو ضربوك وعقل فين قلتها لك عرفتي في الاكوادور ولا في كولومبيا ولا كاع بلدان ديال امريكا اللي تيفهم شي هو بربي حتى مازال يخليو ضربوك عقلوا عليها على هذا الفيديو هذا فين كنقولها له اللي ما خلاوش ضربو فين ما تلاقيتو قول لي انت ما عندكش الكلمه والله حتى مازال يخليو ضربو انا واخا ما بغيتش ولكن غيخليو ضربوك وكما قلت لك وعاود كررتو شحال مره نتا نكر الخير نكر الخير ووالديك وما يديرش فيهم خير عباد الله والديك اللي ولدك ما يديرش فيهم خير اكبر نكار الخير عرفته هو انت ما عمرش شي واحد
انا تحت تحت وناس وقفوا معايا, الناس قلال وقفوا معايا الله يكثر خيرهم. وكنقولها ديما الله يكثر خيرهم, ما عمري درت على شي واحد وقلت له انت ولا فعلتي ولا تركتي, صافي سالينا. ونقول لك اخر كلمه نقولها لك, شتي انت اقسم لك يمين وخي حطك في الجنه اما تجلس فيها الجنه جني حطك فيها غتقول لي واش كاين ترونسبور هنا عافاكم لساو باولو ولا الفافيلات, يحطك في الجنه يا صاحبي في الجنه. تقول له انا هنا ما نقصش فيها, انا بغيت نمشي لساو باولو, انا هبطين للبرازيل دابا بعد ما ندير هنا في هذه البلاصه هذه. ترى بسخوط الوالدين انت, طلع بسخوط الوالدين, ترى يتلقى معاه بسخوط الوالدين, دير عقلك. راه كنقول لك انا عارف انت كتشوف الفيديو ديالي, دير عقلك مورا مورا, دير عقلك كنقولها لك تيقول لك مول الحرجه من بوليفيا, دير عقلك. راه شوف راه اقسم لكم يمين الدراري الى عديد من الناس كلهم داكشي اللي قلت لهم, ماشي نقول لك انا شواف ولا انا كنحس ولا انا عندي شي حال, لا لا لا, الحياه اللي تنعيش واللي كنشوف كنعبر بعيني, كنعبر كلشي, انا كنشوف عديد من الناس كنقول لهم الاخوان ها اللي غيوقع ها اللي يوقع, انا كنعلمك غير خذها عيني اقسم لكم ويمين لا طحوا في نفس المشكل اللي قلت لهم. حيت انا عارف اش نقول لك انا ما نعرف, لا انا كنميز صاحبي الحياة عايشها كنشوف كنعرف الحياة كيفاش دايره, عارف المشاكل اللي غيطيحوا من الناس وخصوصا في امريكا اللاتينيه. وكما قلت لك غادي يخلي ضربك في ديك الاكوادور ولا يخليو ضربك في كولومبيا, المهم ضربك يخليو ضربك. انا نقولها لك وميمون دار فيك غير الخير, ميمون راه ملي كيتجري مع الناس كيتجري ويعاون هذا صفت هذا ميت هذا دير هذا دير هذا, الله يجعل البركه. راه خير هذيك راه ماشي غير خير, راه ما كاينش اللي يضيع لك دقيقه ديال الوقت عباد الله في امريكا اللاتينيه. وعباد الله امريكا اللاتينيه راه ما كتخلصوش ناس ب3000 دولار الشهر ولا الناس, راه ما كتفوتش 2500 درهم 3000 درهم 4000 درهم عباد الله, ويمشي يتجاري ويخلي خدمته ويخلي ولادو ويتجاري عليك يدير الترجمه هضر هنا هضر هذا يسبو هذا على ودك انت يتساب ويدير كامل هادشي كامل تردو انت بمو مزوي, ماشي حشومه ماشي عيب وعارقه ماشي عيب, كامل ديك تمارا الشموشات وخسر ليسانس خسر كلشي يخلص من هنا لبق من هنا وفي الاخر تقول له انت ما تسوى ما تصلح انت ماشي راجل صيفطوا لك الناس فلوس, ترى انت اللي ما كتسواش, ترى انت فيك وكان فيك انساني وكنتي راجل والله ما تهضر عليه. شتي منين ندير السبب فك من الحبس والله وكان كنتي راجل دار بصح ما تهضر عليه, لو خا تعرف كاع سرق فلوس لو كاع تعرف هذاك دا فلوس نقولوا ليه نفرض دير الفلوس, عرفتي منين فك في ديك الامور ووقف معاك وتجارى معاك راه ما خصكش تنسى خيره. حتى شي واحد ما يعقل عليك انا ولد عمي ولا يعقل عليك شي واحد بالله, كل واحد يقول راسي 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 راسي. المهم هادي رساله لهذاك مراد المزوري, تخلص فوق راسك ودير عقلك وخدم على القناه وسير دير عقلك, راه انت سميتو ديالك عقيبتك ما تخرجش مزيانه في امريكا اللاتينيه, انا تنقولها لك ما غتخرجش مزيانه, راه اللي تنشوف هادشي اللي كدير انت راه ما يخرجكش مزيان, دير عقلك امراد وسير خدم على راسك والله يسهل عليك وخلي لك الناس. اش دار لك واش دار لك مامون مسكين قال لك والو ما ندير فيك غير بليزير, واش دار فيك غير بليزير, سامي دار فيك غير بليزير, واخا يجيب لك غير صابونه واخا يجيب لك غير صابونه باش تغسل داك الوسخ خصك تشكرو, فهمتيني يجيب لك غير صابونه تغسل بها داك الوسخ اللي فيك خصك تشكرو, ما تكونش نكار الخير. ولكن انت والديك ونكرهم وبغيتي انت تطفرها. تحياتي للاخوان ديالي اللي عجبو الفيديو يدير داك اللايك والبارطاج, تحياتي لكم شكرا لكم بزاف الله يسهل الجميع.